سلحي العدل والتنمية انتفضت داخل مجلس مدينة دار البيضاء على حساب أنكم ما تمثلتوش داخل ديك الجماعات الترابية تاع دار البيضاء للتوزيع، علما أنكم توما كما قالت العمدة رميلة أنكم توما رفضتوا التصويت أصلا على هذا القرار تاع الجماعة الترابية تاع التوزيع، يعني علاش اخترتوا هذا القرار هذا؟ بالنسبة أولا بالنسبة لهذه الطريقة التي تم بها التصويت هي طريقة مخالفة للنظام الداخلي، فالنظام الداخلي للمجلس ينص على أن عملية التصويت والانتخاب للمندوبين تتم بالتمثيل النسبي لفرق المجلس ومع مراعاة تمثيل المعارضة، هكذا بالحرف المادة 120 للنظام الداخلي واضحة في الموضوع، ولكن وهذا النظام الداخلي مقع عليه السيد الرئيس ومصوت عليه المجلس يعني ب 92 ديال الأعضاء، ويعني يعتبروا ساري المفعول، ولكن اليوم تم خرقه بطريقة واضحة. أما هذا الكلام ديال حق احنا صوتنا يا ود تبارك الله، إلا صوتنا شي مرة ضد شي قانون في البرلمان يخرجونا من البلاد تنصوتوا عليه، نخرجوا خارج الحدود تنصوتوا عليه سميتو بطريقة اللي يبغوا بعض الناس، عاد نكونوا مزيانين في الخواطر. هذا الشيء لا يحابي، احنا أولا ما كنطلبوش من هاد الناس يدخلونا ولا يدخلونا من الشتاء ولا، هذا حقنا القانوني. وثانيا هما ما كيدوا على ان خصهم الكفاءات اللي تكلم، واش كاين شي واحد عنده الكفاءه ديال الله ليداك؟ فهذوك الناس كاملين كنتحداهم كاملين عندهم الكفاءه ديال الملف ديال الله ليداك كيما كاين عند العداله والتنميه، ما كاينش. ولهذا هاد الناس داروا الاقصاء لانه ما باغينش الصوت ديال الحقيقه يبان، وباغين يمشوا الامور بواحد الطريقه كذا، وهاد الجرأه على تطبيق على خرق القانون هي بدايه سيئه في جامعة الدار البيضاء، ربما حتى هي غتمشي للطريق اللي مشات فيه جامعة الرباط. اولا حنا امتنعنا عن التصويت على مجموعة الشركات ديال الدار البيضاء سطات التوزيع، لان كان فيها نقاش سياسي كبير على مستوى البرلمان على مستوى الان، ولكن ما وقع في مجلس مدينة الدار البيضاء كيبين بالفعل المنطق اللي غادي به المغرب، لا على مستوى الحكومة ولا على مستوى المجالس المنتخبة، هو منطق التغول ومنطق الهيمنة، وفي الحقيقة ماشي منطق تغول، هو منطق اللهفة على المقاعد، لان هاد الاخوه للاسف كل ما كانت شي تمثيليه الا وكيقلبوا ان يكونوا فيهم بوحدهم هذا. والان ما وقع في انتداب ان القانون الداخلي كيقول الماده 120 كيقول بان ملي كتكون انتداب في مؤسسات معينه كيكون التمثيليه نسبيه على حسب عدد الفرق مع ضمان تمثيليه المعارضه. هاد الاخوان جابوا لنا بدعه جديده اليوم بان ماشي مكتب مجلس مدينه الدار البيضاء ولا كيسير، وماشي رؤساء الفرق اللي كيتفاوضوا، بل انه ولاو المنسقين جوانب الاحزاب هما اللي كيقرروا في المدينه، وكيقرروا شكون غادي يتنتدب لهاد المجاري، شكون ما غينتدبش، والغاو لا العمده ولا المكتب ولا هذا. وهذا تقليد جديد للاسف غادي يزيد يضرب الديمقراطيه. كذلك كما كتشوفوا في طريقه التصويت ان فيها تدليس واضح وفيها تزوير واضح، حيث انهم كيعنوا على ارقام اللي مصوته ما كايناش في القاعه، ونبهنا لها وذكرنا بها وما بغاتش السيد الرئيس تلتزم بها. انا من هذا المنبر كنطلب من السيد الوالي في اول ظهور له اول حضور، ما حضرش معنا كيحضر مع السيد كاتب عام، ولكن باش يوقف على تطبيق القانون ويرفض هذه النقطة ديال المنتدبين لأنها خرقت جميع القوانين اللي كاينه.